السلام عليكم ورحمة الله. اخوتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحة؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله. بهذا الفيديو غنوجد معكم واحد الاكلة شعبية ديال والدينا قديمة، ما كاينش اللي ما كلاهاش منا ملي كنا صغار، يعني في الصغر. كيف كتشوفوا معايا هنا عندنا البصلة، عندنا الثومة خرابي. كيف كتشوفوا معايا انا راني درت جوج ديال الرز ديال الثومة، عندي قزبر ومعدنوس وعندي بطاطا وعندي مطيشة وعندي زويته بلديه في التوابل، عندي الملحه، عندي الخرقوم، عندي سكينجبير، وعندي البزار، عندي الحلبه، وعندي حبر الرشاد. صافي هادشي اللي كاين. وعندي كيف كتشوفوا مزيودات، غادي نضع هادشي في غندير هادشي في الكوكوت او طنجره عاديه الا كانت عندكم عاديه كتجي من الاحسن، حيت فاش كنجيو نقلبوها كخصنا تجينا ديك الخضيره من الفوق بحال شكل السكسو بحال شكل الرفيسه. انا المهم عندي ندير في الكوكوت كيف كتشوفوا معايا هنا، درت داكشي في الطنجره ودرت زويته وخويت هنا مويها، ما نديروش فيها الماء بزاف وما غاديش نقفلوا الطنجره، يعني غنخليوها هكا كطيب هاد غير كتوجد. كيف كتشوفوا معايا اخوتي على هذا الشكل، هذا جمع التوابل ديالي كلشي هنا. هذه واحد الاكله كتجي لذيذه كيف قلت لكم، زوينه تبارك الله ومفيده واقتصاديه، يعني بداكشي اللي عندك في الدار. انا راني زدت بطاطا، ما نتوما كيمكن لكم ديروا غير، راه كيمكن تجي فيها غير مطيشه والبصله والتوابل. كيف كتشوفوا معايا هنا عندي الخبيز، كيكونوا شايطين هكا الخبيز بارده ما كنبغيوش نفرطوا فيها، الضيعه ما كيبغيهاش الله. كيف كتشوفوا معايا هنا انا عندي يا اخوتي الخبيز ديال الزرع واقفه، يعني ديال فيها الدقاقه، انا ما ميبساهاش. الا كانت عندكم الخبز ديال السوق يبسوها في الفران هكا كتجي احسن. كيف كتشوفوا معايا هنا طابت، كتجي على هذا الشكل هكا بحال المريقه ديال الرفيسه او ديال السكسو اللي كتكون ملبيه وكنكونوا مقطعين الخبز. كيف شفتوا معايا كيف قلت لكم يبقاو يشيطوا لكم هكا الطريفات ديال الخبز، ما تلوحوهمش، يبسوهم في الفران مرمى تخبزوا، من بعد كتجمعوهم هكايا كتحيروا، ما ديروا في شي وقيته هكا في العشاء كتجي زوينه. وكنطيبوها على هذا الشكل هذا، ها تبارك الله كتجي زوينه وكتعجب الوليدات. كيف كتشوفوا انا يا راني صافي وجدت لي، طفيت عليها البوطه. هنا غادي نخوي هذا الخبيز ديالي هنا. كيف قلت لكم انا الخبز عندي ديال الزرع وفيها الدقاقه، يعني ما يابساش. انا اصلا بحال بالخبيز اللي كتشيط لي عندي الدجاج كنعطيها لهم، يعني ما كتضيعليش. اما نتوما كاين اللي ما عندكم لما تعطيوها ما تلوحوهاش الخبيز، يبسوها في الفران وديروها هكا كتجي ديك اليابسه كتجي احسن من هذه اللي كتكون هكايا. هاد الاكله هذه نسيت ما سميتها لكم، سميتها اكله ديال تورده، يعني الناس اللي واكلينها راهم غادي يعرفوها. واحد الاكله انا شخصيا بعدا كتعجبني زوينه وتعجب الوليدات كيف قلت لكم. صافي كنخويو داك الخبيز كنضغطو عليها مزيان هكاك باش كتجينا هكا في القلبه في الطبسيل مزيان هكا. الطنجره كتحطوا الطبسيل على وجه الطنجره وكتقلبوا، كتجيكم داك التوابل وداك الشيء اللي درتو ديك الخضيره وداك الشيء كيجي من الفوق. وهذه هي التورده ديالي اخوتي، جات على هذا الشكل هذا، كتجي تبارك الله كيف قلت لكم زوينه طايبه، وداك التوابل ديالنا والخضيره ديالنا كلشي كتجي من الفوق، الخبيز كتجي من تحت، يعني كتجي ساقيه راسها براسها. وكنتمنى الفيديو يعجبكم والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.